ويا مهاب مساء الخير. مساء الخير. فلننطلق من التدقيق الجنائي يلي مجلس النواب استمع إلى رسالة الرئيس عون، قرأ هذه الرسالة، خرج بشيء اسمه قرار. هذا القرار كيف قرأت فيه؟ هل هو نافذ؟ كيف يمكن أن يقدم ويؤخر؟ طبعا ضيع وقتك ووقت اللبنانيين بالموضوع، تمثيليات ما توصل لمحل. يعني خليني أنا يعني ما معود كذب على الناس. هلا بدنا نلهي الناس، بدنا نحيد لأنظارة على محل تاني، بدنا هذا موضوع ما بيوصل لمحل. أول شيء العصابة التي حكمت لبنان طيلة 30 عام هي عصابة قوية موجودة في القضاء، في الأمن، في الإدارة، في المال، في الإعلام. في اليوم أنت ما لك، اليوم أنت إذا ما بتخوف أو ما بتدفع ما حدا بيقوم لك وزن. إيش بده يقوموا لك وزن؟ بتكون أو بتخوف حتى الناس تحسب لك حساب، او بتكون بدك ترشي الناس تسمع لك. اذا ما بتعمل هالاثنين ما معك حدا بيكون، يعني اليوم بتجي بتحكي بتحكي بتحكي، اوكي وين بتوصل؟ ما بتوصل لمعها. اذا هي تمثيليه ما إلى نهايات. ما كله السرقة كانت مقوننة، ما كمان أنت ما بدك تقول كل واحد عارف حاله شو عامل. ما اليوم السرقة مقوننة، شو هي فاتوا هيك هبشوا المصريات ومشوا عبوهم بالكمر ومشوا، مش هيك صارت الأمور طيلة 30 عام. بسيطة يعني أنا كنت بالطائف، يعني عرفتي يعني أنا كنت بالطائف، كان عمري خي 26 سنة كنت بالطائف، عرفت كيف؟ كنا عم نغطي مؤتمر طائف او 25 كمان، عم نغطي الطائف، جينا لهون، قعدت مع النواب بالسمرلاند بعد ما اجوا، حضرت انتخاب الرئيس الياس الهراوي، عفوا الرئيس رينيه معوض، وحضرت امتناع النائب بيير حلو الله يرحمه عن القبول برئاسه الجمهوريه، وبعد مفاوضات طويلة وليلة طويلة كنت كتير شاهد على أمور فيها، كان يشاهدني إياها النائب بيير حلو، ورفض يومها وقال لهم أنا ابن بعبدة وأنا ما بقبل أنه تنزل قذيفة على بعبدة تعمل رئيس جمهورية يعني القاد. رجع إجا الرئيس الياس الهراوي، كمان كنت شاهد عليها، كنت شاهد على بدء، كنت كصحافي شاهد على بدء عمليات الاحتيال المالي. رحت نقشت الرئيس الحريري فيها الله يرحمه سنة الـ94، كنا وقتها بذكر قلت له علينا 3 مليارات صار دولار، منين بنجيبهم؟ عرفت كيف؟ وقتها قال لي الرئيس الحريري، كان كثير واضح، قال لي أنا هودي بدي أرشيهم الميليشيات أو بدمروا الدولة، ما في أحكم إذا مرشيتهم. عرفت كيف؟ وبلشت المسألة، يعني مسألة أنت جاي عم تحكي بسيطة، الخطاب سهل والحكي سهل، بس هي ما بيحل مشكلة. بقى نحن حاج نلهي اللبنانيين، بدهم 3-4 شغلات تعالوا تنعملهم، بدهم الكهرباء اللبنانيين، بدهم نحافظ لهم على مصرياتهم بالبنوك، نشوف كيف بدنا نرجع، أول شيء كيف بدنا نطمنهم، بعدين كيف بدنا نرجع نرسمي للمصارف تتعطيهم مصرياتهم، بدهم بالإضافة للكهرباء بدنا موضوع النفايات نشوف كيف بنعمل له حلي، بدنا نشوف كيف نرجع نقرر شو هوية البلد، يعني شو نحن، بلد سياحي، بلد ما بعرف شو بتكون بهذا الوقت. كمان موضوع كورونا بلش يطلع أجواء إيجابية عن الباكسين تبع هالمرض، قادر كمان يرجع العالم شوي يستعيد أنفاسه. طيب خلينا نشوف، يعني 3-4 شغلات اللي بيهموا الناس، والله العظيم يعني لا رح، بدي اقول لك شغلي، لا رح يوصل لمحل التدقيق الجنائي، هذا ما بعرف شو اسمه التحقيق، لا رح يوصل لمحل ونوصل لمحل فيه شي حاسب وهودي لحد هلق اقوى منك، ما فيك تحسبه. هي الدوله العميقه يلي لطالما الحديث عنها مفتوح دوما، ويلي اليوم رجع ذكر فيها رئيس حسان دياب عندما سئل من يحكم السياسه او الامن، قال الفساد. مزبوط، ما هو حق، ما هو حق رئيس حسان دياب، ما هو حق، ما هو حق. بدي اقول لك شغله، طب انت اليوم تحط انفجار المرفأ، طب انت قادر تحاسب؟ طبعا لا، ما قادر تحاسب. ليش عم نكذب على بعضنا؟ ما قررين حاسب، نحن الدولة ناطرة الناس تنسى، مش ناطرة الناس تتحاسب. طيب اليوم بيجوا بيقولوا لك لا لازم تحكي، طيب إذا حكيت أنا شو بصير ضحية أنا؟ طيب راح أحكي أنا،
ثلاث رؤساء حكومات لازم يفوتوا على الحبس بموضوع المرفق. في ثلاث رؤساء حكومات متعاقبين لازم يفوتوا على الحبس. في 10 12 وزير لازم يحددوا القضاء يفوتون على الحبس. في 7 8 رؤساء اجهزه امنيه وقواد امنيين لازم يفوتوا على الحبس. هؤلاء هن المسؤولين على الموضوع. طب مش حرام هلا مكمشين هاو الضباط الصغار؟ شو لهم ذنب؟ خلص فلتون حرام. حرام فلتون. فلتون. شو بدكم بهالشغله؟ حرام. حضرتك عم تحكي والعالم بتعرف يمكن بهذه الحقائق الصغيرة التي تتكلم عنها، بس بواقع الأمور معاليك نحن نطلع على حالنا ونتضحك لأنه حقائق صغيرة، هي حقائق كبيرة، ولكن صارت العالم يعني العالم كله بتقلك الصغار موجودين بالحبس والكبار ما حدا عم بقرب صوبهم. يعني اليوم بعد 3 أشهر على هذه الكارثة ما شفنا نتيجة، نتيجة الخمس أيام بعدها بتمت. في يقوم لك المقتاي يعني مثل ما بيقول؟ لا بل في مقتاي رح تقوم على وجهك. شو بعمل يعني للأسف مظبوط. يعني بتوافق الوزير محمد فهمي بما قاله عن القضاة ب 95%؟ بدي اقول لك شغله محمد، يعني ليك محمد فهمي يمكن انا اختلفت انا وياه فتره على شغله، بس طبعا ما خاصه بهالموضوع، بس زلمي بدي اقول لك شغله، محمد فهمي اول شيء وزير داخليه، يعني الوزير الداخليه ما حدا قدر يحكي عنه كلمه. مظبوط مظبوط. سمعت شي مره واحد دفع حق في ما عنده؟ سمعت شي واحد اشترى نمرة سيارة؟ سمعت شي واحد دفع حق كسارة او مرملة؟ فعلا زلمي ادم. طيب محمد حكيه مثل ما القضاء مش صحيح هيك، لا نحن بلبنان عنا قضاة شجعان، ونحن عنا قضاة بتاخد قرار، وقاضيات خاصة هاو القاضيات لو بتشوف ما اهمهم بالشغل عن جد بياخدوا قرار وبياخدوا قرارات جريئة. بس نحن عنا قضاة فاسدين طبعا، وعنا قضاة بلا خصية، وعنا قضاة جبنة، وعنا ضباط قضاة واطيين، وعنا قضاة منحطين لازم يفلوا من سلك القضاء، بس هن أقلية منهم أكترية. الأكترية في أكترية قضاة هاو القضاة اللي عم بيظهروا الجداد، روح شوفهم. بس تشعر مع يا أخي هذا نادي القضاة، نادي تشعر هذا بدي أسألك شغلة، هذا نادي القضاة هذا اللي عاملينه، طب هذا بتشوفه من نادي قريب لقضايا الناس، بيعرف قضايا الناس، كان عنده الجرأة يعلن عن حاله؟ لا أنا رأيي لازم نشجع نحن القاضي القبضاي، القاضي الجريء، القاضي الذي يتجرأ على تبرئة الناس قبل اتهام الناس. هذا هو القاضي الجريء، مش القاضي الواطي اللي بيقعد يتلزز بتوقيف الناس وبتعذيبها. هذا واطي لازمه منحط، لازم يفوت على الحبس، لازم يدعوس، هذا القاضي اللي بيكون هيك. بس لا انه 95% من القضاء نحن مش صحيح. نحن في عنا قضاة منيح، وعنا ضباط منيح، وعنا عسكر منيح، وعنا إدارة منيحة، بس نحن ما عنا حدا عم يسهر على تطبيق القانون. يعني هودي الناس بس يشوفوا الكبير ماشي صح مضطرين يمشوا صح، بس طالما الكبير منه ماشي مضطرين يمشوا صح. خيي بدي اقول لك شغله، انا كنت ضد بشير جميل بالكامل، عرفت كيف؟ يعني بدي اقول لك قداش يعني كنت ضده بالكامل، بس لما اجى بشير جميل وعمل كم خطاب قبل ما يستلم رئاسه الجمهوريه تغير اداء الموظفين. هذه الناس هيك. طيب اليوم انا بس يشوف هذا القاضي، بس يشوف هذا الموظف ان الوزير هيك او الرئيس هيك او 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 اكيد ما فيك تطالبه، ما فيك تطالبه يكون احسن هو. بس لا عندنا كفاءات، هذا غلط انه ما عندنا كفاءات. هي المشكله انه هذه الاقليه اللي تحدثت عنها هي اليوم اللي عم تحكمنا، هي اليوم اللي عم بتوضح صوره منا صوره القضاء الحقيقي. يعني اليوم المواطن اللبناني اضافه لكل اللي تحدثت عنهم يفقد الثقه بقضائه ومنه الى الدوله. نحن الان تاخرنا. انا لو سالني رئيس الجمهوريه بس اجا كنت قلت له بدك يد قضائية، بدك يد أمنية، بدك يد بالإدارة، بدك تقدر تحكم. هي أنا مشارك بالحكم، يعني أنا مشارك فيها السلطة، وبقول لك بصراحة أيام السوريين كنت عندي شراكة بالسلطة، يعني كنت أعرف كيف تندار الأمور، عرفتي؟ مش هيك بتندار الأمور. يعني اليوم أنت تتجي بس انه انا هي موقفي والناس بتسمع لك وتمشي فيه، مش صحيح الحكي. كانوا يتابعوا كل تفصيل، كان يسترجي وزير يعمل اللي عم ينعمل اليوم، كان يسترجي يطلع على وزير خبريات، كانوا كان الفساد بعده ماشي،
ماشي نحن لما جينا بال2004 الوزارة نحن طرحنا موضوع شد الأحزمة بال2004، نزلنا الموازنة 40%. ليه؟ لأنه كنا عارفين أنه البلد رايح على الإفلاس، ونحن كنا عارفينها بال2004. الله يرحم روحك يا عمر كرامي كان يحكيها بمجلس وزراء، وإجا الياس سابا وقتها كان وزير مالية وخبرنا عن الوضع المالي كله، وكان عمر كرامي سفرنا نحن مسافرين على حسابنا كوزراء، ما كان يعطينا من الموازنة، ما كنا نقدر نسافر بمهمات رسمية من الموازنة لأنه كنا عارفين الوضع المالي. عرفت كيف اجت الحكومات بعدها أطاحت بكل شيء، صرفت بدايها وجرايها، بدايها وجرايها في هيدي في جلسة من جلسة ما بعرف على أيام يمكن الرئيس تمام سلام يعني 600 مليار زادوا بجلسة واحدة، يعني 400 مليون دولار زادوا بجلسة واحدة، هذا يزيد هالقد وهي يزيد له هالقد وهي له وزارته 600 مليار يا زلمة، 400 مليون دولار اليوم منتوحوح من موت بدنا 400 مليون دولار ما حدا بيعطينا، بدنا حق الطعم ما حدا بيعطينا، يمكن صرنا شحادين للأسف. شو عم بقول لك يعني انت اليوم انا بقول لك اليوم انت تحت الارض، انت اليوم خلص قاعد انت عندك مريض بالبيت، كيف هالمريض حكم حدد لك الطبيب يعني اللي هو يمكن اليوم مثلا اليوم رياض سلامي بهالحاله لانه المصريات معه، هو عم يتحكم، هو قادر يحدد لك قديش في عيش هالمريض اليوم في حد هذا المريض. هيدي جرأة بالقول طبيعي لانه هو يعني طب منين بدك تجيب المصاري اليوم؟ منين بدك تجيب؟ فيكش تجيب دولار واحد بدون ما يعطيك البنك المركزي اليوم، بعده معه شوي عم يلبس هالطرابيش تيكفي تتكفي. عم يعرف يدير رياض سلامي معك يا خيب يعني نظريا بيلي عم تقدر تشوفه لحد هذه اللحظه عم بيعرف يكون على قدر هناك هذه هناك انقسام بالبلد على تقييم دور رياض سلامي، ولكن اليوم انت المسؤوليه اذا بدك تجي تحددها هي مسؤوليه الدوله الأخير، الدولة هي التي هدرت المال. وأي مسؤولية تقع رياض سلامي من وجهة نظرك؟ هون بدك تفوت بجدل بالموضوع، ولكن إذا كان رياض سلامي مخطئ هو آخر المخطئين. أنا رأيي في ناس قبل، في رؤساء قبل، في رؤساء حكومات قبل، في وزراء قبل، حتى لي توصل لمسؤولية مصرف المال، لأنه الدولة هي التي هدرت الأموال. اليوم إذا بتجي بتفتش إذا الدولة بتدفع استحقاقاتها، عرفت كيف؟ البنوك بترجع يعني وضعها شبه طبيعي. اليوم أنت في هالمصريات عم يشوف كيف بده يتصرف فيهم، عرفت كيف؟ طبعا القرار السياسي بيدخل، رئيس الجمهورية عم يلعب دور بهذا الموضوع، وبتعرف شو كان الحكي هو أيام من يومين بموضوع الدعم. طيب بس هالزلمة ما في كفي بالدعم مثل ما هو اليوم، عرفت كيف؟ يعني اليوم أنت في جزء كبير، في 70% من الحركة المالية ما تأثرت بانهيار الليرة. يعني اليوم بعد في كتير شغلات بعدك عمالي بتعاطى مع أساس دولار 1005. لأيمتى في كفة؟ في اجتماع يمكن بكرة بعد بكرة من المركزة، مظبوط، قديش بده ينزل احتياط المصارف حتى لي كفونا ال21 بدك 3 مليارات تقريبا، وبده يصير في شوي تخفيف من الدعم. كنت حضرتك دائما تحكي عن السيناريوهات السيئه اقتصاديا، وكنت دائما تقول بكره اللبناني اللي كان ينزل يشتري سله كبيره رح يصير يشتري التفاحه والبطيخه. بلشت واقعيا، بس بالسيناريوهات المقبله معليك اقتصاديا اسود المشهد قاتم جدا بسواده اذا ما اجى مصاري. ايه يعني اليوم انت اليوم بدي اسالك سؤال، انت كثار ناس انا من الناس خبروني انه هيدي السنه بلشوا يشتروا هيك، في كثير ناس خبروني انه في شيء الغوه مثلا من
من ايه في سلع مش اساسيه صارت تنلغى حتى ترشد بالمنزل حتى بشكل كبير. لا مثلا في يعني افترض اجبان هيك اجبان اللي بياكلوها الاولاد يعني ايه. افترض اللي بتجي من برا ما مش هنعمل دعايه هلا ايه يعني اي نوع من الاجبان اللي بتلفها طارتين على المدرسه او شيء في 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 الاف العائلات هي الغتها من 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 حسابها. اليوم انت في كتير شغلات لا الناس بطلت مثل الاول اليوم رايحين على سيناريو اسوأ. ايه طبعا على ما بلشنا مرحلة النهوض بيكون انه يجينا يعني الاموال يعني من برا اليوم يعني انت, طب انت اليوم اذا مثلا اليوم ما مشي الحال ما قدر خفض الاحتياط رياض سلام شو بتعمل؟ بتروح على ربطة خبز ب 8000 ليرة بس في حدا قدر يتحمل سيناريو ما يقدر رياض سلامة يخفض الاحتياط؟ طب ما كمان هاو مصريات المودعين مش مصريات بس بيو بس ساعتها مين بده يصارح الناس؟ منه مصريات بيو بس هودي بدهم قرار كمان سياسي يعاونوا بهذا الموضوع بده قرار على مستوى رئيس الجمهورية مستوى رئيس المجلس على مستوى رئيس الحكومة. ألم تؤمن التغطية معليك؟ ويقول بلا بعتقد بلا بلا يعني بعتقد بلا بس أنا عم بقول لك طب بعد أشهر شو بنعمل؟ بعد 10 اشهر شو بتساوي؟ ما هي ذات الدوامي اذا ما وصلت لبدايه نهوض. بدايه النهوض اليوم انت امام معضله انه كل الدول الداعمه بتعتبر انه هاو قرطه حراميه ماسكين الدوله. علما انه هن اللي دعموا هالقرطه الحراميه منذ البدايه. انا هاي المشكله معهم المشكله مع هذه الدول الكبرى اليوم. يعني اليوم بتجي بيحكوا الامريكان بموضوع الفساد طلعوا كذابين يعني طلعوا كذابين اكثر من دولنا. يعني طلعت امريكا بهيدي الجمعتين ثلاثه بينت موبقات يا محلى دولنا. عرفت يعني اليوم اذا بتقرا ترامب شو بيحكي عن الانتخابات واذا بتحكي بومبيو شو بيقرا عن الانتخابات وبتشوف هاي الكذابه لهون السفيره عرفت كيف اللي جاي تحكي بالفساد ولك انت يا بنتي انت قاعده باحضان الفاسدين. هلا طلعت هي خدمت انا رايي خدمت جبران باللي عملته خدمت جبران لان بين في عقوبات سياسيه على جبران منع عقوبات فساد. لو انت صحيح دولتك بدها تعمل عقوبات على الفاسدين ما انت كل هودي اللي عم تعطي معهم اصلا ما في عندك حليف الا قاتل او فاسد بلبنان. عرفت مثل اي دول بين انه انت لا اللي بيعمل لك خدماتك اللي بيعمل لك سياستك هو المش فاسد واللي ما بيعمل سياستك قد ما كان نظيف بيكون فاسد. هذا اللي بين. انا بعرف المسألة من 2007 لانه طلطني وقتها يعني ما كانت خاطرة على بال حدا العقوبات بس صارت علي. كنت عم بتقلي معاليك انه المشكلة اليوم انه الخارج عم بيطلع الى من هم في الداخل على انهم سميتهم بقرطة فاسدين وبالتالي تقديم الاموال او المساعدات لن يكون بسهل. عندنا بعد بكره بعد يومين باثنين كانون الاول بباريس مؤتمر لدعم لبنان هذا إيه ما بعرف يمكن التعويل عليه. ما هذا بده يجيب مساعدات كثير بسيطة يعني منه مش عم تحكي انت بمؤتمر مليارات انت عم تحكي بمؤتمر شبيه بالمؤتمر اللي صار بعد التفجير يعني مؤتمر بيجيب شوية مساعدات وكمان الى اليتها وكيف بتوصل. ما هلق صار في عندك كمان انت قرطة نصابين جديد هن الان جي اوز عرفت كيف تجاوزوا السياسيين بس المصاري اللي بايدهم مش قد اللي كانوا بايدها بس كمان هودي نصابين اكتر هودي الجمعيات يعني اللي عم يجيهم مصاري. فمن هون انت انا خيي بدي اقول لك شغلي انا كلبناني انا لني شحاد ولا بدي منك كل شحادي. انا بدي منك اربع خمس شغلات. انا بدي منك طرقات منيحه ثلاث اربع طرقات رئيسيه تعمل لي هني منيح شمال جنوب البقاع وبعض الطرقات الرئيسيه. انا بدي منك الكهرباء. انا بدي منك انترنت كويس بلبنان عرفت كيف. انا بدي منك موضوع النفايات تعمل لي علاج جدي لإله. وأنا بدي منك موضوع الماء اعمل لي هاو الشغلات منه بحاجة لحدا لبناني. ليك روح ما في محل بالعالم ما في لبناني مبدع. ما في محل بالعالم يا زلمة بتروح على آخر ولك مطعم بالعالم بتشوف واحد لبناني قاعد بالمطعم ولك بتروح على آخر أوتيل بالعالم بعرف شوين بأي مجاهل بتلاقي واحد لبناني قاعد هناك بتلاقي واحد لبناني مبدع بتلاقي واحد لبناني طيلع مصاري وعمل لي مطار كويس يعني يقدر يستقبل الناس.
ما تعمل لي مطار مزبله كمان يعني ما في يعني مش هيك في استقبل الناس والسواح انا يعني ما عم تشوفوا مطارات الناس كيف صارت؟ اعمل لي هاو ست شغلات وبديش منك شيء يا خيي انا ماني شحاد منو شحاد احنا فعلا مني. لما تقول لي عن هالخمس نقاط او ست نقاط فعلا وين عايشين كيف عايشين باي وضع مزري صرنا عم نتندر هذه النقاط هاو بدهم 10 مليارات يلي هن الحق اساسي لالي ولحضرتك ولكل مواطن هاودي 10 مليارات بدهم بيخلصوا كلهم نحن مطيرين نحن 100 وليش دخلنا قد ايه كان نحن مطيرين 400 مليار 500 مليار دولار في 500 مليار دولار من التسعين لليوم فويتين ما نحن في عنا دخل قومي فايت وطاير في 500 مليار دولار يا ولاد الحرام ولا ما في طريق منيحة ولا ما في مجرور مفتوح ولا ما في انترنت بالبلد اضرب انترنت بالعالم واغلى اسعار بالعالم ولا ما في محطة كهرباء ب 500 مليار شو بتحكي لي في دين 100 مليار واللي فات لقلنا والدخل القومي اللي لقلنا كان ولك ماشي حد أدنى ولك كان فيكم تسرقوا 60% ولك 70 ولك عملوا تنفيذ كويس ولك يا عمي وخدوا امبارح شفنا طرقات من يومين اخي ما عندوش موازنه الزلمه كمان تقعد تلومه لوزير الاشغال ما عندوش موازنه لا بس هي عم تتكرر مش عم لومه انا مش عم لومه انا عم بحكي بالسياق اللي هو فيه اخي شو بدنا الطريق ما بدنا الطريق تعملها طريق وتعمل لها بنيه تحتيه ماشي بدنا مجلس الانماء والاعمار يا اخي يعمل دراسات جديه ويتبعها مش مثل الدراسات اللي مش مثل اللي عمل تبع عندنا ما عندنا هذه طبعا على تكرير المجارير لا في شيء وحده شغال يروح برمون برمله محطات اذا شفت شي وحده شغال ارجع خبرني محطات محطوط عليهم مئات ملايين الدولارات فش ولا محطه مجارير شغاله ليه انت بتحاسب حدا نسال حدا طب كيف طب خلاص ملينا يعني نحن ونحكي والله ملينا نحن ونحكي انا حكي هذا بحكيه من 20 سنه يا اخي انا مليت انا جايين قال لك الناس عم يحكوا والله هذا كنت احكي انا بس كنت بالوزاره كنت احكي انا طب تحكي بتحكي 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 بالاخير طب صحيح صار في تراكم صار في راي عام مع هذا الكلام بس هذا وين بدنا نصرفه هلا وين بدك تصرفه فوتوك هلا صرت بدك هلا قاعد اللبناني شو عم يفكر هلا كيف بده حل مشكلة أولاده كمان هذه دراسة الأونلاين كمان هذه الله يعين هالولاد يعني إذا أنا شايف التربية الأولاد راح تطلع بلا علم يعني بهذه الحالة يعني مقضيها الولد بين المطبخ وبين التليفون وبين غرفة النوم وبين بيخطر عبال ويجي على الكمبيوتر بس بده وبعرفش إذا بينزل يلعب دق مع ابن الجيران ويرجع يطلع على الدرس يعني خبرية يعني كمان طب معاليك كنا عم نحكي عن المساعدات للبنان قلت لي ما بدهم هذه الطبقة بس مرهوني بشو ما سياسيا شو أي لحظة ممكن تفرج علينا واقعيا نحن اليوم في القعر الضغط مستمر مزبوط. العملية مزبوط على الضغط حالة الضغط مستمر بس أنا بدي أقول لك شغلي لو نحن إدائنا جيد كنت بتواجه كل العالم حتى اللي عم تضغط عليك وبتقول لا أنا إدائي جيد بس اليوم بس يشي يلقيك طب أنت لا قادر تعمل طب أنت لهيك في عشرات الناس اللي اجوا يستثمروا بلبنان وفاتوا والنصب عليهم وبعدهم ما أخذوا أحكام قضائية هذا القاضي اللي لازم ينكب ببيته وأنا بتمنى على التفتيش القضائي بسيطة آدمي بركان سعد زلمي آدمي بس بده يتحرك ما في هيك ما في اليوم قاضي كابد ملفات الناس على جنب قاضي بيظلم الناس ما حدا بيحاسبه قاضي بيخدش أحكام ما حدا بيحاسبه قاضي بيحط الملف بالجرور وناطر تيجي ال100,000 دولار وال200,000 دولار ينكبوا بجرور وتيحرك الملف بده ياخد بده يشتغل ما بيكفيش الآدمية بجوزك بنتي حبيبي أنا ما بحطك قاضي تحكم بين في عشرات القضايا وأنا بعرف كتير قضايا بلبنان النصب عليهم للخليجيين وما حدا أخذ أحكام ما حدا اخذ احكي ما حدا قدر حصل حقه اليوم انا بدي ادعي الناس مش خطاب دعوه الناس للاستثمار
دعوة الناس للاستثمار بدها إجراءات حبيبي، بدها أرضية، بدها أرضية وبدها هيئة تجي تتابع الأمور. وبدها ولك يا أخي في الدول اللي جابت استثمارات بينزل الحاكم أو المسؤول بينزل بيفتش الساعة 7 على المكاتب تيشوف شو عم يشتغلوا، بيسترجع حدا ما يكون عم يشتغل بيشحطوه. هيدي الدول اللي نجحت بالاستثمار، مش انه بطلع بقرط خطاب انا وعشية بنسى شو حكيت، انه استثمروا تعوا لعنا. طز فيك، مين بده يجي لعندك انت؟ مين معه خبرك انت اصلا؟ عشو بده يجي لعندك؟ ما بتبتزوا من المطار، ما عندكش كهرباء، ما عندكش ماي، المجرير فيلتي عم الناس، ريحة الزبالة، شو بده يجي يعمل عندك؟ شو يجي يسمع خطابك؟ او يشوف شكلك؟ شو بده يجي يعمل عندك؟ مش عم بفهم عشو عم تدعي يعني انت؟ يعني هودي منقطعين عن الواقع، ما عم يعرفوا شو صار بالعالم، ما عم بيعرفوا انه الواحد بيروح من هون لتركيا بألف دولار بيقعد اسبوع اكل شارب نايم واحسن مشوار، ما بيعرف انه بيروح على جورجيا ب$500 يا خيي. هلا اذا بده يا خيي هلا عم شوف على اليوتيوب قبل ما اجي لعندك، مواطن عراقي يفوتوا الشباب يشوفوه يحطوا $300 سعر بيت باوكرانيا، شاري بيت باوكرانيا $300 بس. شو اكثر شيء لفتني فيه؟ شو قول؟ عنده مجرير واصلته ولا وعم بيأشر وين ب$300 شاري البيت، قالوا كلفوا تسجيله $100 4000 متر الارض، وعم بيفرجي البيت من جوا وبضايعه طبعا، عم بيفرجي انه لا يكون الانترنت لوين واصل لعندي، الكهرباء مارقه من قدام البيت، عنده ماي وعنده طريق قدام البيت. طيب كيف شو ليش بده يجي ياخذ عندك دخلك ب ب ب بسوليدير ب 12 مليون دولار بيت؟ عاشو تطلع الحلوة على البحر، تتزعرنوا عليه، تطلع ريحة الزبالة عليه، تكل شوي يدور الموتير وينطفي. طيب شو بده يجي يعمل عندك يعني؟ ليه انت ليش بدك تاخذ 12 مليون دولار حق الشقة يعني اغلى محل بالعالم؟ خير يعني انت هالنصاب اللبناني يعني، لا انت بدك تكفي هيك حبيبي ليه؟ طب ليه انا بسأل المطاعم اوقات هلا؟ طب بقول له انا هلا عم يفوت واحد على المطعم هو وعائلته، ها 7-8 اشخاص عم يطلع عليك $100 مزبوط او لا؟ عم تصير معك؟ طب ليش قبل الاحداث كانت $100 على الشخص؟ طب ليش هيك نصاب هيك انت؟ طب كيف بدك تكفي هيك هالحياة مع الناس؟ طب اليوم كان يجي لعنا العراقي بعشرات الالاف، طب صرتوا تنصبوا عليهم بالمطعم وبالاوتيل وبالمستشفى. فاتت السفارة العراقية عاملة مصالحات عشرات المصالحات مع الجامعة الامريكية من وراء عمليات نصب تعرض لها العراقيين، يفوت يقولوا له 15,000 العملية بس بده يظهر 70 صرنا. لا طب كيف بكون تكفوا الحياة هيك انتو؟ طب اين هم الاصدقاء العرب للبنان؟ عم يتوجهوا شو بدهم فيك؟ شو بتعني لهم؟ ليه شو بتعني لهم؟ لطالما كان لبنان لقالهم الأرض الخصبة، كانوا المساعدات بطل صار في جيل آخر. بطل جيل آخر ما بيعنيهم بأي يا حبيبي. كان بيعني يعني الأرضية الجديدة، كان يعني هاو الأمراء والمشايخ اللي كانوا يجوا على لبنان بالستينات والخمسينات ماتوا ما عادوش موجودين. في جيل آخر بيعرف العالم اليوم. إذا كان يجي في ضيافة بلبنان، طقس حلو، جمال الطبيعة، الأكل طيب، كذا، عرفتي، ما يروحوا على دول أجنبية. غيرت الحياة، غيرت الدنيا. على هذه القاعدة كيف بده يكون الحال إذا الخارج لا يريد المساعدة إلا بشروط، والداخل وفي اصطدام بين الخارج والداخل؟ الداخل الله لا يقيمك، الله لا يقيمك إذا ما بتشفق يعني على حالك. ما هذا السؤال. طب يعني إذا أنت مش شفقان على حالك ليش ما بتشفق عليك الناس؟ فهمني. السلطة الحاكمة تتعنت بصلابة كبيرة جدا بمواقفها، برأيها، بأدائها، ولا كأنه في شيء صاير اليوم. اليوم نحن صرنا سنة وأكثر بهذا الوضع، ما كأنه في رغبة للقيام بأي منحنى تغييري جد باتجاه الشعب اللبناني. يا أخي هودي بتقلهم مساكين بالسلطة 30 سنة، بدك تشلحهم يا بالقوة، ولازم العالم يساعدنا. بس عم بيحققوا انتصارات كبيرة لازم على حساب المواطن. لازم العالم يساعدنا. ما فيك كمان، ما ساعدت الناس، ما تساعدت الناس. الناس حاولت تعبر، الناس نزلت، الناس عبرت، ما حدا ساعدها. العالم لازم يساعدنا تنخلص منهم هودي هالكم أزعر. كم أزعر أنا ما بسميهم مسؤول بقيت يعني.
صرت تعتبرهم كمأزهر، ما عاد تسميهم مسؤول. بيسقطوا هول بانتخابات نيابية بحالتها؟ لا، أقوى منك. كيف بدهم يسقطوا بانتخابات نيابية؟ وبالتالي طريقة التغيير كيف بدها تكون؟ ما هي طريقة التغيير، ما هي هذه الدول اللي عمالة بتكذب وتحكينا بالإصلاح. ما هي لو في سعرنا، طب جاي ماكرون عم يحكينا بالإصلاح، طب حبيبي جمد حسابات السياسيين اللي عندك. طب أنا إذا واحد عندك عنده 300 مليون دولار وحميله هني أنت، وأنت بتعرف سرقهم، كيف بدي يهزموا بالانتخابات أنا؟ كيف في يهزموا بالانتخابات؟ ما انت بلش هون بدل ما جاي تحكيني، ما انت تعرف كل حركة حساباتهم. يعني ما رح يعني باقيين بهذا المسار. انا ماني متفائل، انا ماني متفائل، انا بصراحة ماني متفائل، أنا من لا ترى أفاق إيجابية في كمان. هون سؤال يتعلق بموضوع التدقيق الجنائي، اليوم هو انتصار لرياض سلامة، ما جرى في مجلس النواب؟ شو ما فهمت، شو يعني شو كله هاي التدقيق الجنائي، شو هالمسرحية؟ يعني حضرتك ريت المقالات اللي تبعت والتحليلات السياسية اللي تبعت أنه اليوم رياض سلامة تمكن من فرض وجوده، من فرض في قوانين، في قوانين تحميل رياض سلامة طبيعي، في قوانين من السرية المصرفية تحميل رياض سلامة. ولكن شو هالمسرحية تبع مجلس النواب يعني كلها؟ يعني ستي هلق سرقة المصريات اللي ما خصنا واللي عم يشرعوا، يعني هلا طلعت ستي سرقة المصريات، وهودي اللي كانوا بمجلس النواب كلياتهم ما خصهم، كلهم بدهم التدقيق الجنائي. يعني مع مين التدقيق الجنائي؟ مع مين يعني؟ يعني ما هي التدقيق الجنائي معكم، ما انتوا اللي يعني ارضت الحرامية انتوا. هالخمسة ستة شو هي يعني؟ مش انه نحن مش عارفين من اني الحرامية، يعني انه خمسة ستة حرامية من الطائف لليوم او هني شو يعني؟ هل راح يصير التدقيق الجنائي معهم؟ شيل من الموظف، الموظف لاحق انت ما بدك فيك تشيله، بخط شيت قلم فيك تشيل رياض سلامي اذا رياض سلامي غلطان، فيك تشيل هوديك، فيك تشيل رؤساء الكتل اذا ما فيك تحاكم رؤساء الكتل. برأي حضرتك خروج الفاريز المارسال كان داخلي ام كان لعوامل خارجية؟ انا بعتقد سببين بيشتبكوا مع بعضهم. داخليا شو هو العمل الاساسي، وخارجيا شو هو العمل الاساسي؟ يعني انت عم تطالب يسهلوا لك ناس هني ورا كل هذه القصه. بس الم تكن الفاريز مارسال على علم بالتركيبه اللبنانيه والواقع اللبناني وقعدت واتفقوا 3 أشهر اضافيه؟ انا بعتقد لا، ما شرط يكونوا على معرفه بكل هاي التعقيدات بس يفوتوا لجوا، لا بيشوفوا جوا الامور اعقد من هيك. بتعرفش خبريه مره احد السياسيين اللبنانيين التقى بميرفي اللي اجى وقتها على بكركي وقال مخايل الظاهر او الفوضى، تلاقى فيه بباريس، بعده موجود، بعده طيب يعني لهلا كمان، تلاقى فيه بباريس، قال له انت شو وين غلطت هون؟ قال له غلطت بشغله وحده، انه طلع في بلد بالعالم بيعيش بلا رئيس جمهوريه، ما كنت متصورها. واثبتت التجربه. طيب طب العامل الداخلي فهمني، العامل الخارجي شو هو؟ لما تجيك الورقه الفرنسويه تقول لك بدنا تدقيق جنائي، لما نسمع على الكلام الجميل جدا من الخارج حول هذه النقطه نصطدم بعوامل اخرى خارجيه. هي كمان الفرنساوي بعتقد هون كمان هو يعني انا مع نجاح المبادره الفرنسيه اكيد، بس هو استعجل بالامساك بالوضع المالي والاقتصادي، وانا رايي استعجل لانه يبدو في اتفاق امريكي فرنساوي كان على هذا الموضوع، وهذا الاتفاق بدا مع انفراط الاتفاق الامريكي الايراني حول النووي. حتى لي يعني هيك بفهم، هيك معلوماتي بتقول انه حتى الفرنساوي قبل يضرب فرامات بالموضوع الايراني، وعد انه ياخذ هون من موضوع النفط لموضوع الكهرباء لموضوع الغاز وكل هذه الامور. انا بعتقد استعجلوا الفرنسيين بهذا الموضوع، بموضوع الذهاب باتجاه مبادرة بهذا الحجم. مش المبادرة، باتجاه تفاصيل المبادرة.
عولوا كثيرا. منا التدقيق المالي، منا شايلة رياض سلامي، منا يعني ما كلنا. يبدو بموضوع رياض سلامي صار في زيارة لرياض سلامي بالأيام الماضية لباريس، ويبدو صار في ترتيب للأمور بهذا الموضوع. ما عرفت صدق، ما عندي معلومات يعني. عرفت إنه راح على باريس بس ما عرفت شو صار. سنعود إلى الحوار بعد في كثير نقاط، ولكن بعد الفاصل. أعود إلى هذه الحلقة. قبل ما أكمل بالتفاصيل، حضرتك اليوم جرافات سوداء وخارطة لبنان. اجتني بس قلت بلكي بيضل عندي أمل بأنه لبنان رح يبقى موحد ورح يضل فضي، أو رح يتقدم شوي ويصير بمرتب أعلى شوي. لا، بيمني يضل موحد. اللي في أفق يلوح يكون فيه لبنان مقسم؟ إذا راح على الفوضى وأهملته الدول وإذا بقي الوضع هيك، يعني في 100 سيناريو عمالي بينطرحوا. أي فوضى؟ يعني يقال إنه قطعنا هذه المرحلة، أي فوضى؟ لا، ما قطعناها. كيف قطعناها نحن؟ مرحلة الفوضى، مرحلة تقسيم، مرحلة الأحداث الأمنية الكبيرة. ما اختلفنا بس ما قطعناها نحن. اليوم هذا الوضع الاجتماعي ما بتعرف وين بيوصل إذا كفى هيك. اليوم الفقر، الحاجي، العازي، كله هذا. اليوم انت ما تنسى بلد، يعني بلد 5-6 ملايين وعندك مليونين لاجئ بين سوري وبين فلسطيني، وبلد مفتوح على كثير احتمالات. لا، ما قطعناها. كيف قطعناها؟ تتوقع الفوضى الأمنية بالشارع؟ قطعناها. قطعنا مرحلة إعادة تقليع ممكن. يعني شو قطعنا؟ نحن شو قطعنا مرحلة؟ بلد مفلس، بلد ما في شيء، بلد البنى التحتية عم تنهار فيه، بلد ما في إمكانية حتى لترميم البنى التحتية. أنت ممكن تروح على محل بكرة يبطل فيه كهرباء، يبطل فيه انترنت، يبطل فيه. كيف الحكي إذا كفينا بهالمسار؟ شو كيف قطعنا؟ بعدين أنت رايح على محل. ما تنسى أنت اليوم العالم كله مشغول بحاله. اليوم بعد كورونا الناس بدها ترجع تقلع بدولها وباقتصادياتها. غير مهتم فيك. أكيد مش غير مهتم، مهتم بناسها، مهتم بشعوبها، مهتم بشركاتها اللي أفلست، اللي في مئات آلاف الشركات بالعالم ما أفلس اليوم بعد نتيجة جائحة كورونا. من الناس، ما حدا مهتم، ما حدا فاضي لحدا. يعني ما عليك بالأمن اليوم في سيناريوهات، ما حدا فاضي لحدا. وبدك يعني مهم أنت تشتغل. يعني اليوم أنا كنت بالعراق مثلا من أسبوعين. طب طرح رئيس الحكومة العراقية مبادرة. طب جينا بدنا نسوق المبادرة شوي، طلعوا إنه الطحينات اللي بعتهم العراق راحوا بالميات. طب ما بيوزعون. طب كيف بعد لهلق ما عرفنا خي مين استلمهم ومين كان لازم يوزعهم؟ تقاضف مسؤوليات بين الجيش والهيئة العليا. مين فضيلك؟ مين فضيلك اليوم جاي عم يطرح عليك رئيس الحكومه العراقيه؟ عم يطرح انه انا بعطيكم النفط بنص سعره والنص سددوه كيف ما بدكم، وممكن نحكي بعدين بتبادل و و و و ما حدا سمع. مين بدي احكي؟ مع مين بدي احكيها اصلا يعني المبادره؟ يعني مين فاضي يسمعها، ومين فاضي ينفذها، ومين فاضي يلحقها؟ يعني كل واحد مهتم بحاله فيهم. جينا وصارت قصه الطحينات، وكمان كان قيل لي انه في طحين عندنا كثير نحن وفائض قمح، نعطيكم قد ما بدكم. طيب شو بتقلوا؟ انه بولوا الطحينات عندنا لانه في كم حمار ما قبلوا يوزعوهن، او ما عرفوا يوزعون، او ما بدهم يوزعون. طب مين اللي هالكم حمار؟ خبرونا عنه يا اخي. طب ليه يا اخي؟ خلاف في الف، في عشرات الاف العائلات بلبنان بتخبز، روحوا وزعوهم بالقرى على الناس اللي بتخبز. شغله كثير بسيطه الجيش في يعملها هيدي، وهي آلية الجيش في يعملها. وزع مساعدات الجيش، ما صار ولا اعتراض لانه كان في معايير معينه حددها الجيش ووزع على كل الناس، ما سمعنا ولا اعتراض. طب بالسيناريوهات الامنيه هنالك حديث عن حرب مفترضة بالمرحلة المقبلة قد تخاض على الجبهة الجنوبية على سبيل المثال، برأيك ممكن نروح بهذا الخيار؟ أنا لا، ماني شايف، ماني شايف هذا الخيار، ولا ارتباط فيه بما يجري حول بالملف الإيراني وما يجري من اغتيالات بالداخل الإيراني، وخصوصا بعد ما تكشفت علاقة زادة بحزب الله. واضح موضوع الإيراني، واضحة إيران أنه مش أخذ قرار بالرد تتعمل الحرب.
واضحة يعني من حكي الرئيس روحاني. بس قد فيها تستمر على هذا المنويل مع اغتيال كبار القادة الإيرانيين؟ بدنا هلا بتصمد شهر شهر وشوي تيروح ترامب، بدنا شهر شوي. هي مراهني طبعا، يعني واضح الرهان الإيراني على بايدن واضح، ولكن أنا رأيي في مبالغة بالرهان على بايدن. يعني كمان شايف أنا الإيراني عم يبالغ بهذا الموضوع، إلا إذا كان عامل هو اتفاق ومنتهي الاتفاق، وأنا أشك إنه يكون هيك. ترامب يقول اليوم إذا وعد انتخابي أو إذا صار عندي حظ أنا بعمل أسرع اتفاق مع إيران. أصلاً في مفاوضات دائرة هلق يعني بعمان، في مفاوضات أمنية بين المؤسسة الأمريكية والمؤسسة الإيرانية، وبعتقد يعني إذا إجا بايدن حتماً في اتفاق، بس أنا تقديري في مبالغة إيرانية بالترحيب بالاتفاق أو باعتبار بأنه بايدن وكأنه يعني رح يرجع يعطي إيران كل اللي بده إياه. أنا رأيي لا، في مبالغة بهذا الموضوع. وفي الموضوع السوري أنا هون خطر بايدن. أي خطر يشكله بايدن بالموضوع السوري؟ لا، ترامب بالموضوع السوري كان أفضل، كان أفضل، يعني كان ممكن ترامب يأخذ قرار بالانسحاب من سوريا. بايدن والموضوع والانسحاب السوري من سوريا والانسحاب من سوريا يعيد إنعاش الدولة، ترجع الدولة تأخذ مواردها الطبيعية، القمح، القطن، الشعير، النفط بالجزيرة، لأنه هذا بيلغي الحماية الأمريكية للأكراد. بايدن متحمس للأكراد ومتعاطف معهم، ما بعرف شو رح يعمل بالموضوع السوري. وبلبنان هنالك من يراهن على الشهرين المقبلين أو لكن استلم بايدن، وبيقولوا لك ما في حكومة قبل هذه الفترة، رهان خاطئ أو رهان بمكانه؟ لا ليك، قبل ما يفل الإدارة الجديدة ما في حكومة، واضح يعني، إلا إذا الرئيس الحريري قال إنه أنا مش فرقاني معي وبدي أعمل حكومة، وأنا بشك هذا الموضوع لأنه الرئيس الحريري مبلغ، وأنا حكيته يعني من معادي تسر يعني هلا، إنه الرئيس الحريري مبلغ إنه أي حكومة يكون فيها حزب الله بدها تعرضه لعقوبات له شخصية. بس ما بعرف إذا تبعت الأجواء يلي أو الضيوف يلي كانوا عم يتناوبوا، أنا شخصيا صار معي تجربة مع ضيف هو قريب من حزب الله، قال لي إنه مش شرط إنه حزب الله يشارك بهذه الحكومة. لا، حزب الله سيكون مشارك بهذه الحكومة، بس حزب الله تخلى عن ثلاث شغلات، تخلى عن التمثيل الحزبي، عن التمثيل النيابي، عن تمثيل السياسي لإله، بس اللي بدهم يجوا لا بده يكون في له رأي فيهم. يعني سيكونوا على شبيه حمد حسن؟ طبعا طبعا. مش جميل جبق؟ ما بعرف شو يعني الفرق. مش الفرق انه سياسيا حمد حسن لا يظهر بالصوره السياسيه حزب الله كما يقولون، وجميل جبق اقرب الى حزب الله راح يكونوا موجودين، ولكن مش شرط يكون حزبي. سعد الحريري اليوم الكلام عن انه سيتجه تقديم تشكيل حكومية من 18 وزير ويكبها بملعب رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، 18 وزير ما تشاور فيهم يقول مع أحد، ما تشاور فيهم مع أحد ما بيمشي الحال، لأنه هون كمان هو مش عم يحكي صح، لأنه هو بده يتشاور مع 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 فريق من الدروز ومع الشيعة، عرفت كيف، وبيسمي هو السنة. المشكلة عند المسيحيين، يعني لا أعتقد أنا لا رئيس الجمهورية ولا حدا من المسيحيين رح يقبل هذه الصيغة، هذه الصيغة اللي كانت موجودة من 4 سنوات لورا، يعني يصير في تقاسم الحصة المسيحية، أنا بعتقد ما بتمشي، بمعزل عن رأيي فيها. يعني أنا مالك، شو اللي أعاد عقارب الساعة لدى سعد الحريري إلى هذه المرحلة؟ أعاده أنه هو طلع عن رئيس الجمهورية وقال له أنه بتسمي 9 المسيحيين، حتى موضوع المردة والطشناق انت حر فيهم بتسمي او ما بتسمي هالقد يعني، وانا خليني اتشاور بالموضوع الشيعي والدرزي وارجع لك. راح ورجع مغير، كانت بلغ القرار الامريكي هوني بموضوع العقوبات. موضوع العقوبات على جبران باسيل تقصد او على المقربين منه؟ لا، العقوبات عليه شخصيا له طبعا، لسعد الحريري طبعا، وبالتالي تجنب هذا الكأس، كأس العقوبات عليه طبعا. طب اليوم سعد الحريري يقول أو تقول مصادره أو مصادر بعبدة، سأقول مش مصادر الحريري، مقربة من التيار الوطني الحر وبعبدة، تقول أنه يريد سعد الحريري ما عنده مشكلة بأي تسميات من قبل السنة ومن قبل الشيعة ومن قبل وليد جنبلاط الدروز، مشكلة أنه يريد لا فقط وليد جنبلاط كان حزب اشتراكي،
دروس في تسمية ثانية. بتقبلوا بهذه النقطة يعني 18 وزير؟ لا إذا صارت الصيغة اليوم ب 18 وزير. ما نقبل، بس إحنا يعني أنا أتمنى أربأ بفخامة الرئيس أن يدخل بهذا الفخ، لأنه دخلوا حاول يدخلوا في سعد الحريري مرة الماضي، لأنه مرة الماضي هو تطلع من 18 كب أمام فخامة الرئيس موضوع التسع مسيحيين يسميهم الرئيس، وكانت هذه طريق للخروج من هذا الموضوع. أنا يعني أتمنى على فخامة الرئيس ما يرجع يفوت فيها، وأتمنى على الجميع ما تكون سابقة هاي. ليش يعني 18 وزير يعني؟ ولكن خي ما إلها قيمة كلها اليوم، شو إلها قيمة كل الوزارة اليوم، وشو إلها قيمة كل الحكومة؟ لا مصاري فيه بالدولة، ولا شغل فيه، ولا 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 أمل فيه حتى. بس إنه المسألة ليش بدها تكون سابقة يعني؟ وكيف رح يتم التعاطي مع هذه المسألة بحال وصلنا اليوم على طريق مقفل؟ طيب بلغونا حلفائنا إنه 18 وزير، بعد ما بلغونا، لأنه بعد ما ناقش مع الشيعة المسألة. بس ما كانوا راضيين وقت تم مناقشتها أول مرة، وعلى أساس وصلنا على اتفاق أبداً نهائي بهذا لا الموضوع؟ أبداً 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 لا أبداً، وصل باتفاق مع رئيس الجمهورية، وما وصل باتفاق مع الشيعة، ما كان نقاشهم. شو بيتغير اليوم إذا الشيعة أخذوا اللي بدهم ورئيس الجمهورية صار في الاتفاق؟ شو رح يتغير بال الشيعة يعني ما عندهم حلفائهم، يعني اللي بدهم شو بدهم ثلاث وزراء يعني؟ هذه المسألة عندهم حلفائهم بالطوائف الثانية وعندهم تحالفاتهم، ما بعتقد إنه هن يعني هاي المسألة اللي راح يناقشوا فيها يعني. بس بيذهبوا إلى الدفاع المستميت اليوم عن حلفائهم؟ يعني هن كمان محشورين بالزاوية بمكان عن معين؟ مش دفاع عن لا محشورين بالزاوية. شو محشورين بالزاوية؟ شو محشورين وجودهم بالزاوية؟ بالحكومة، عدم وجودهم بالحكومة، التسمية، الأسلوب، كله بيتغير يعني. أنا رأيي بعد في أسابيع من الضغط وكله هذا بيتغير يعني. عم بتراهن كثير على تغييرات بعد أسابيع من الضغط؟ ما في إمكانية يعملوا شيء يعني، خلص هذا وصلوا للمستوى الأعلى، في عندهم بعد يعملوا ضغط شوي زيادة بيستلم حزب الله لبنان يعني بكل هالبساطة هاي رح تصير. على هنا على علم بوين رايحين؟ يعني استلم حزب الله لبنان يعني ما بحطوها بمخططاتهم، ما أدرجوها. هذا كل الضغط لوين رح يوصل؟ رح يوصل هذا كل الضغط انهيار الدولة، انهيار مؤسسات الدولة، وبالأخير الفريق الأقوى هو اللي بيسيطر على لبنان. شو لوين رح يصير يعني؟ رح ينتهي حزب الله يعني؟ انت مصدق هلا يعني حزب الله بينهي هذا الضغط، او حزب الله بيأثر عليه هذا الضغط، او حزب الله رح يضعف امام هذا الضغط؟ هي اوهام. الامريكي عمال بيضغط على لبنان، رح تضعف الدولة، رح تضعف مؤسسات الدولة كلياتها، الامنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والمالية، وبالأخير الفريق الأقوى سيسيطر على لبنان. هذا اللي راح يصير. الفريق الأقوى بفعل السلاح. شو مفكر يعني؟ بفعل السلاح هو الفريق الأقوى اليوم. شو بدي بفعل؟ شو بفعل السلاح وغير السلاح؟ هلا كل الأدوات راح تستعمل بالأخير يعني، مش راح يستعمل السلاح بالداخل بس. إنه أقول إنه اليوم أنا أنت جاي تلغيني، إيش وبتفرج عليك يعني؟ أنا ما راح حدا راح يتفرج عليك. وهم يطلعوا منه، هذا الوهم يطلعوا منه. هذا الضغط على حزب الله خلص وصل لأقصى وما بقى بيحقق شيء. هذا الضغط هلق صار عم بيضعف البلد وعم بيضعف مؤسسات البلد. علما انه في بعض عم بيرهن على بعض التنازلات من قبل حزب الله قد تريح الساحه المحليه، خصوصا تنازلات حكوميه بالمرحله المقبله. يعني كيف يعني؟ بجمع السلاح وبيعطيه لمثلا يعني ل شو اسمه؟ عم نحكي تنازلات بالسياسه معلك بالداخل. صديقنا لقاء سيد الجبل يعني مثلا، او كيف يعني بجمع لهم اياهم؟ لك شو الأوهام اللي قاعدين عايشينها نحن يعني؟ يعني أنا 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 بستغرب واحد يكون موهوم يستفيد مثلا، مثل ما أنا إذا موهوم استفيد إذا صار في اتفاق أمريكي إيراني استفيد من إيران، أو أنا إذا صار في اتفاق سوري أمريكي، أو يا خي صيني أمريكي، أو شو الأوهام هيدي اللي بنحطها نحن؟ عن جد نحن معطرين. شو الأوهام اللي بنحطها؟ مثل ما اللي بيجي بيرين انه يعني بلكي قاعد. انا في ناس اصحابي ب 14 اذار لهم من سنه 2006 بيقولوا لي ضربت ايران خلال اشهر، مثل هو الريهن ويموت الرئيس حافظ الاسد وقتها بسنه ال 76، قال مريض الرئيس الاسد ونطروه حتى يموت، بقوا ياكلوا قتل 25 سنه.
شو بس مجانين عليك قد يتحقق رهانه حسب واشنطن بوست يعني خبرية مفاعل النووي الإيراني اللي ترامب كان يريد قصفه وأثنوا عنه المقربين من مرة متعلق اغتيال العالم النووي الإيراني البرنامج النووي الإيراني مرة عم بسأل أحد المسؤولين الإيرانيين طب بلكي ضربوا هون بلكي ضربوا هون قال لي بتعرف وين البرنامج النووي الإيراني قلت له وين قال لي براس 6000 عالم إيراني قال لي البرنامج براس 6000 عالم إيراني تعرف مرة شو ناقشوا الأمريكان أيام جورج بوش ناقشوا خيار ضرب الصف الأول والصف الثاني بإيران قتل في عملية وحدة وفي توقيت واحد تعرف شو طلع معهم انه ما بيتغير شيء بتكفي الآلية وصدق انه بإيران هيك غير نحنا غير عقلنا هني على فكرة نحن عقلنا كيف عندك العقل الشخص الشخصاني القائم على الشخص عنده مش هيك الأمور في آلية معقدة كتير بس تعرفها من داخلها طب بالآلية الحكومية برجع لهون بالآلية الحكومية موضوع كمان ما بعرف إذا بعد يحكى فيه عملية المداورة عملية الوزارات السيادية الطوائف بعدنا نقطة الصفر مع عليك هلق ما لهم قيمة هاو يعني منهم موجودين بالتداول هلا بكره رح نكمل بكره رح يجي سعد الحريري يحمل هذه الورقة يتفضل عند رئيس الجمهورية يقول له أنا في هذه الحكومة موجودة عندي رح يكبها بملعب رئيس الجمهورية وستقع التهمة على رئيس الجمهورية بالتعطيل لا مش هالتعطيل كيف يعني هالحكي يعني بطلع بكبلك بوجهك أنا هلا كان اجي شكل حكومة هلق أنا سمي عن السنة وسمي عن المسيحيين وسمي عن الشيعة واتهمك عم تعطل إذا بتمشي معي شو الخبرية وين بتنصرف وين بتنصرف بمحل طيب شو بده بهذه الخطوة سعد الحريري ماذا يريد القوم ما بعرف السياسي ما بعرف يعني ما بعرف طيب بموضوع ايضا الحكومه قلت لي سعد الحريري هرب من العقوبات غير المسار بنفس الوقت العقوبات اللي ادرجت ايضا على بعض الافرقاء السياسيين كان لها الاثر السلبي والتصلب اكثر يعني ما عمل على الا على 8 اذار عمل على حركه امل والمردة والتيار الوطني الحر وانعمل لموقفهم السياسي للأسف يعني أنا كنت أتمنى أنه ينعمل عقوبات بسبب الفساد على كل الأطراف المشاركة بالفساد بس مش هذا اللي صار من هيك طلعت هذه العقوبات السياسية وساهمت طبعا بتصليب الموقف وواضح بأنه كانت يعني واضح كانت تنزت كل مرة بس تقدم المبادرة الفرنسية واضح أنه كانت تنزت العقوبات وهذا السجال بين التيار الوطني الحر والسفيرة الأمريكية في بيروت أنا ما بصدقها أنا قلت لك كذابي يعني ما بصدقها لأن مبينة واضحة كذابي يلا تنشوف إذا بدها تكفي مع إدارة بايدن كمان يمكن يشيلوها يختلف بس يختلف موضوع العقوبات بين إدارة ترامب وإدارة مش بايدن مش شرط يعني يختلف مش شرط يختلف كتير بس مش بهذه الطريقة يعني على الأقل ما بعرف يعني مش بهذه الطريقة مش بهذه الطريقة الوقحة بالمسار السياسي في 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 البلاد معاليك نحن أين نحن من العملية السياسية في البلد من الحياة السياسية فيش حياة سياسية شوفي يعني هذا اللي منشوفه دوما عملية نحن بدنا تغيير نظام بمكان معين ما في حياة سياسية بلبنان بدك تطوير النظام ما في حياة سياسية اليوم بلبنان لبنان بلد يحتاج إلى ديمقراطية حقيقية يحتاج إلى حرية حقيقية اليوم لا في حرية إعلام الإعلام اليوم مسيس ومدولر اليوم ما في بدك قضاء حر بدك أجهزة أمنية حقيقية مش أجهزة أمنية بتشتغل لا عند السياسيين ولا عند المال اليوم أنت يعني اليوم ما في حياة سياسية بلبنان أنت اليوم أصلا منك دولة تتحكي أنه في يعني أنت اليوم بمزرعة كل واحد عنده شوية أسهم بهاي المزرعة يعني اليوم بمزرعة فيها شوية بقر كل اللي بيوصل بالأول بيحلو البقرات وبيخدهم عرفت كيف كل واحد بلد كل مين إيده إله ما في عندك يعني لا في عندك دولة لا في عندك أجهزة جدية لا عندك إدارة جدية لا عندك
قضاء جدي مستقل رغم انه في قضاة ممتازين مثل ما قلنا وهن اكثريه، ولكن اليوم انت يعني انا رايي بلد في ثلاجة الانتظار، بلد في اعتراف عند كل افريقائه بانه هو لا يملك قرار نفسه، بلد ينتظر التفاهمات الإقليمية والدولية، وهيك هذا البلد عمره هيك له مئات السنين، مش يتغير هلأ. يعني نحن تنوصل لنكون بلد فعلا مستقل، ونحن اليوم بذكرى الاستقلال بهذا الشهر تنوصل لنكون بلد مستقل وبلد يملك قراره، بدك انا رايي سنوات كبيره، سنوات ضوئيه. طب نحن بتلاجئ اليوم حكومه حسان دياب، في خوف برايك من تعويم هذه الحكومه عن جديد او خوف؟ لا، لازم تشتغل بالعكس، بس تشتغل شيء ويصير ترجع اليوم تستلم بعض القضايا بعض الملفات، على سبيل المثال جدليه اذا بحق لها تعمل تجيب شركه جديده للتدقيق الجنائي، ما بحق لها، كيف بدها تتعاطى، ما بعرف كيف دستوريا، لا مش دستوريا، بس هذه الحكومه حكومه تصريف اعمال فيها تعمل هاو الشغلات، ما بعرف مش اول مره بشوف حكومه تصريف اعمال معاليك غائبه عن دوره وفيها شخصنه معينه، يعني الوزراء هن فقط، بتشوف كم وزير واقعيين يعملون والبقايا. لانه نحن اتبعنا من فضل اسلوب تعيين الوزراء الازلام، هذه الوزارات ما فيك تجيب فيها ازلام ولا فيك فيها تجيب موظفين، الوزير لازم يكون وزير قبضاي مثل ما عم نحكي عن القاضي القبضاي، وزير عنده قراره، وزير ما بيظهر على التليفون تيشاور حدا، وزير بياخذ قرار، وزير بيسترجي يصوت، هذا الوزير اللي بتجيبه انت، مش بتجيب وزراء مثل اللي عمالي بتجيبهم اليوم، نحن صرنا سنوات طويله بنجيب وزراء يعني بسيطة، يعني اليوم نحن عم نجيب أسوأ ناس عندنا وزراء، مش أفضل ناس عندنا وزراء، وهيدي السياسة لازم توقف، هيدي السياسة لازم توقف. هذا شايف الوضع اليوم يستدعي وزارة من أقطاب سياسيين تاخذ قرارات، مش وزارة من موظفين ومش وزارة من ناس نكيرات. شو بتقصد بالأقطاب؟ يعني بتقصد اجتماع سعد الحريري؟ لا مش 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 شرط. شو الأقطاب؟ ما هني كمان هاي بترجع لدوامة الفساد، ما هون بترجع لدوامة الفساد. بس أنا اللي عم بقول أقطاب سياسية، يعني اليوم أنت فيك تجيب لو بس هي بدها نهج جديد، كيف بدها يعني بدها بداية جديدة. يعني اليوم أنت افترض صار في عندك عهد جديد بعد سنتين، كيف وإجا هذا العهد قال أنا خي بدي حكومة إنقاذ، وأنا ما بقبل وقع مرسوم على حكومة من هودي النوعيات الوزراء اللي عم تجيبوهم، أنا بدي حكومة أقطاب. بسيطة، يعني اليوم بفترات صعبة وقتها بعتقد رشيد كرامي عمل حكومة من 4 مش هيك، وقتها كان فيها الشيخ بيير و ما بعرف مين عن الموارنة، إذا ريمون إدي الثاني أو ناسي بصراحة، بس كانت حكومة أقطاب. فأنت طبعا بوضع استثنائي من هيك لكان بتجيب موظفين خرنكعية كل واحد منهم بيستريش ياخد قرار بيظهر يتلفن على التليفون حتى اللي يسأل، هودي روضة بحطنش أنا، مش بحطن وزراء، شو الكلام هذا؟ يعني بالتالي رح نضلنا بنفس الدوامة بالحكومة المقبلة إذا مشينا هيك، إذا أخذنا القرار المناسب، إذا كفينا هيك أكيد. يعني في معايير، خي حتى ايام السوريين كان في معايير للوزاره، شو هي هيك الواحد بلموه عن الطريق وبجيبوه، مش هيك الامور، في 100 معيار بحطوا لك اياه. هلا اليوم شو المعيار الاساسي؟ مشي المعيار الاساسي تكون زلمه حدا بسميك بالصدفه وبتفوت تعمل وزير، وبعد بس تظهر بعش حدا يسمع فيك. فشل ميشيل عون، خلص عهد ميشيل عون، يعني اليوم لحد هلق لم يحقق العهد شيء. ليش بدي راعيك يعني وقل لك لا ما ترعين، عم نحكي واقع، يعني انا بدي اقول لك شيء، لحد هلق الان اذا بتنزل تسال الناس شو بتقول لك انت، شو بتقول لك العالم؟ بدنا ناكل. ميشيل عون نيه طيبه، ميشيل عون عنده نيه واراده، ولكن ميشيل عون اجى مأخر 15 سنه ما تنسى انت، وميشيل عون اجا مظلط، لا القضاء معه لا الامن معه ولا الاداره معه، شو بيعمل؟ ورئيس الجمهوريه ليس رئيس سلطه تنفيذيه،
شو بيساوي؟ فشل وانتهى؟ يعني نحن بنعرف بلبنان بالمراحل المعينه، نحن وقت نفوت باخر سنتين بتعرف حضرتك كيف الدبيج بيكون البحث عن الرئيس الجديد. عندك بعد سنتين، هاو السنتين اذا ما انعمل فيهم الشغلات اللي انا قلت لك اياها، ايه طبعا بيكون فشل. في خمس ست شغلات بدك تعملها للناس. والضرب اليوم مطلوب بيد من حديد، لانه تعامل السلس لا يمكن ان يحقق شيء. انا اكيد هيك، انا اكيد هيك، ولكن الضرب من حديد مش بانتقام سياسي او شخصي، الضرب من حديد بعداله. طب اليوم ماذا يراعي ميشيل عون؟ ما عنده عده، ما عنده عده، لا عنده الامن ولا عنده القضاء ولا عنده الاداره، بشو بيشتغل؟ شو العده تبعه؟ طب على شو راهن؟ يعني واحد لما يراهن بده يوصل الى مركز رئاسه الجمهوريه بعيون الناس الرئيس عون، هو رئيس كبير يعني، شو راهن؟ بتراهن من برا شيء ومن جوا شيء، بتراهن من برا شيء ومن جوا شيء. ما انا فايت على الاداره وبعرفها، اخي كنت وزير بيئه، عملت قرار باقفال المرامل والكسرات واعمل مخطط توجيهي، اكتشفت انه رئيس مغفر بمنطقه مشي اربع مرامل حسابه. رئيس مغفر كيف؟ شو انا وزير بيئه شو لي علاقه فيه؟ شو انا فيه وقفه لرئيس مغفر؟ ما هي بده وزير الداخليه يوقفه او قائد درك او مدير عام القوى الامن الداخلي. يعني اعقد من هيك اللعبه جوا، بس فتله اعقد من هيك. اليوم رئيس جمهوريه، رئيس جمهوريه في وش يوقف حدا بيسبه؟ شو صلاحيته؟ قل لي حدا بيسبه بيشتموه يوميا بده يوقف حدا؟ وهي توصل على التوقيف، شو في بيده؟ يقمع الحريات، شو في بيده؟ طب يقمع الحريات، طب وحريه الشتائم مضبوطه؟ يعني لازم الناس تشتم؟ ليش بدك تشتم؟ بعد عندي دقائق معدوده، بهالدقائق بدي احكي شوي عن موضوع الحدود بين لبنان، دقيقتين مش دقائق معدوده، بدي احكي سريعا عن موضوع الحدود والترسيم. هذه العمليه اليوم اين هي برايك؟ تقف امام عائقات كبيره ولن نصل الى نتيجه بالقريب؟ هلا غزمطت الرئيس بري من العقوبات. كله عم يزبط من العقوبات، كل واحد على طريقته. طب بعد ما زمطت رئيس بري فيش غيري ما فرقت معه القصة. أول مين أخذ عقوبات غير أن زمطت الرئيس بري؟ هلا ما في شيء تاني، هلا وقف بننطر، بدنا ننطر شو؟ مش إسرائيل مش مستعجلة، إسرائيلية على قدر ما نحن مستعجلين. اللعبة الأكبر لعبة، إذا كفى لبنان هيك بيطلع برات كل قصة النفط رأيي. ولا يمكن الرهان على على موضوع النفط اليوم؟ رهان شو؟ كيف؟ في وفد مفاوض عم بيخوض مفاوضات، لا عندك دولة ولا عندك، طيب اوكي هذا وفد، طيب اوكي بإدارة الجيش كويس، نحن فاضي بالنا الجيش ما راح يتنازل عن أي حق للبنان، بس كلها هي إدارة العملية النفطية وإنتاج النفط مين بده يعملها؟ مين بده يعملها؟ مش بده يصير في مناقصات؟ إذا حكومة واقفة على جو صدي لأنه مش عم بيجي وزير طاقة، طيب شو كيف بدك تمشي؟ أو بيجي جو صدي وزير طاقة أو بتمشيش الحكومة، شو يعني كيف؟ حدا يخبرني. طيب شو عندك أسامة تانية؟ بخاف شو بكفيك؟ قال شو عندك أسامة تانية؟ هيك فتحتوا كبيت اليوم في مزاد، مزاد للأسامة بالتشكيلة الجديدة. بالختام معاليك تختم معك هذه الحلقة، برجع على هيك خلاصة صغيرة مع حضرتك، دايما حضورك بفيد ودايما في عندك هالسلاسة بتقطيع المعلومة. بخلاصة، الأشهر اللي جاية بالشهرين المقبلين لحديت رحيل دونالد ترامب هي الأقصى. صعبة صعبة، ونحن متوقعين طبعا عمليات أمنية مثل اللي صارت بطهران، قد تحدث بسوريا، قد تحدث في لبنان، في تقارير أمنية بلبنان، قد تحدث في كل مكان، وهذا بده انتباه لانه هذا الزلمه خلص فقد، واضح انه زلمه بحاجه ل ل ل لحكيم، يعني صار مش انه واحد مريض، يعني مريض ومجنون وما بعرف كيف، يعني لاول مره اصلا بنمر بهالتجربه او بتمر امريكا بهذه التجربه، ما بتعرف شو ممكن يعمل. فمن هيك في شهرين صعبين.
شكرا لك رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على هذا الحضور، دائما بطريقه سلاسه بالمعلومه وبتعاطي المواضيع مثل ما الناس بتقرا لهذه المواضيع. شكرا لهذا الحضور، وشكرا طبعا للمشاهدين على المتابعه. الى اللقاء.